التحلية ببساطة هي أحد المصادر غير التقليدية لموارد المياه، والمقصود بيها أنه إحنا نحول المياه المالحة إلى مياه عذبة. الحقيقة أنه بتتم من خلال عدة طرق، أهمها هي الطرق الحرارية وطرق الأغشية. الطرق الحرارية اللي بيتم تبخير المياه المالحة ثم تكثيفها واستخدامها كمصدر للمياه العذبة. من خلال الأغشية، عبارة عن أغشية بيكون فيها فتحات دقيقة جدا، بيتم استخدام الضغط العالي لإمرار المياه المالحة من خلالها، واللي بيتم حجز جزيئات الملح خلف هذا الغشاء، وبيتم فصل المياه العذبة عن الأملاح. الوطن العربي حاليا بينتج ما يقرب من حوالي 7 مليار متر مكعب من مياه التحلية. أكبر الدول المنتجة لمياه التحلية في المنطقة العربية هي المملكة العربية السعودية بإجمالي 2 مليار و300 مليون، بتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي حوالي 2 مليار متر مكعب من التحلية. التحلية الحقيقة أنه اقتصادياتها والجدوى الاقتصادية فيها في الفترة الأخيرة تحسنت بشكل كبير جدا، وبالذات موضوع استخدام الطاقة، لأنه هو الجزء الأكبر اللي الكلفة فيه حوالي 30 أو 35% هو موضوع استهلاك الطاقة. المشكلة في التحلية حاجتين: الجدوى الاقتصادية أو التكلفة، والحاجة الثانية هي الأبعاد البيئية لصناعة التحلية. تكلفة مياه التحلية حاليا بتتراوح من نص دولار إلى واحد دولار. بالنسبة للآثار البيئية لمحطات التحلية فبتنقسم إلى قسمين: الانبعاثات الغازية الناتجة عن استخدام الطاقة الأحفورية في عملية التحلية، والجزء الثاني اللي هو تصريف المياه الرجوع. المياه الرجوع ببساطة شديدة هي المياه المنتجة من محطة التحلية بعد تركيز الأملاح خلف الأغشية أو بعد التبخير في عمليات التبخير بالطرق الحرارية. لأنه المستقبل بيحمل في جعبته الكثير من التطورات اللي ممكن تجعل في المستقبل مياه التحلية خيار مهم جدا، وبالذات في المناطق الجافة، من خلال تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة، من خلال تحلية مياه البحر، وأنه تساهم بشكل جيد جدا في تحسين الوضع المائي لبعض الكثير من الدول التي قد لا تستطيع حاليا أنه تتحملها اقتصاديا.